وصيت من كفيت بطالبي عبد مناف وهو ذو تجارب. يا ابن الحبيب أكرم الأقارب، يا ابن الذي قد غاب غير غايب. ما بك يا أبا طالب؟ أبي يا عبد المطلب، أبي يا عبد المطلب يا أم عقيل، كان لسانه يلهج بذكر محمد وهو يوصيني به. ومثلك يا عبد مناف خير من يقوم بالوصاية ويكفل، فهدئ من روعك وطب نفسا، فأنت ما زلت على عهد أبيك. إنه يأمر بخير الدنيا والآخرة، إنه نبي يا أسماء، نبي حقا وصدقا. ماذا يا جعفر؟ إن محمدا عبد الله ورسوله، فشهدي يا أسماء شهادة الحق وأسلمي معي. واللات والعزى، لن ندع أمر محمد يمضي أو نموت دونه. لئن أراد ملكا ملكناه، وإن أراد مالا أعطيناه، وما زلنا ننافح حتى يعود هو وأصحابه إلى رشدهم وديننا. عمتم مساء. عمت مساء يا عباس. ما بكم أيها القوم؟ أرى في عيونكم ما يحملني على التوجس. كيف لا نتوجس يا آل هاشم ونحن نراكم تحدبون على فتاكم، ونحن كنا وإياكم كفراسي رهان، فإذا ما تحاذينا أراكم تقولون لنا منا نبي يتنزل عليه وحي من السماء. هون عليك يا أبو الحكم، هون عليك، إن العباس رجل عاقل لا يؤيد ما يجري، وإن أدرى أبو طارب فلنا عليه كرة أخرى. تقول حقا يا أبا سفيان، أنا على دينكم يا قوم، علي ما عليكم، ولكن لندع محمدا وشأنه. ولكن يا عباس، أنا أؤيد قول العباس، فلا بد أن يأتي يوم ينفض فيه الناس من حوله. إنني لا أعجب بما أرى وأسمع يا أم جميل، تمضي الرجال الصناديد حتى تأتي أبا طالب ليرد هذا الصابئ إلى رشده ويعيده إلى ديننا، فلا يستفيدون شيئا من هذا. إن الذي أتى به له راغب وأكاذيب وستبطل دعوته، أليس كذلك يا هند؟ لا مناص من إيقاف هذا الجاهل المرتد عن ديننا ودين آبائنا ومسفه أحلامنا وآلهتنا. واللات والعزى، لا أفعلن به أكثر مما فعلت، عسى أن نتخلص منه لتعود مكة تحت حماية الآلهة. يجب أن تفعلي ذلك، ولا سيما إنهم يقولون إن ربهم أنزل بحقك كلمات تثبت يد زوجك وتضع لك حبلا من نار. آه يا هند، لا تذكرني بتلك الكلمات، سأرد له صاع صاعين، وأنا ابنة حرب وأخت أبي سفيان. أنتم مساء. أنت مساء. أخبر أبا عمارة عما جرى مع أبي طالب يا عباس. وما لحمزة بهذا الكلام يا أبا الحكم؟ يجب أن يعلم حمزة ما يجري من أمر محمد. اسمعوا جيدا ما سأقول قبل أن ينطق واحد منكم بكلمة، ورب البيت، لأن يثقل أحدكم على أخي أبي طالب أو ابن أخي محمد لأنزلن به غضبا لن يستطيع واحد منكم رده. إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. عن أي رب يتحدثون؟
الدعوة إلى ما يدعو محمد، وإلى أين سيمضي بنا؟ لم تسمع العرب بذلك منذ أمد. ما بالك يا أبو عمارة؟ أراك شارد الذهن مشغول البال، لما لم تخرج للسهر؟ لدي ما يشغلني. أول مرة أرى فيها حمزة مهموما مشغولا، هلأ أفصحت يا أبو عمارة؟ ابن أخي محمد؟ عمتما مساء. عمت مساء يا عمارة. ما به محمد ابن عمي يا أبي؟ إني أراه شاغل الناس هذه الأيام. إن مثل محمد يحق له أن يشغل الناس. ألأنك رضيت معه أم لأنه ابن أخيك؟ بل لأنه الصادق. يقولون أن الناس تتبعه لأن بكلامه سحر. ما أظن هذا سحرا يا عمارة، إنه كلام يقع في القلب فتنطلق الروح في سماء لا نهاية لها. كأني بك تقول شعرا في كلام محمد، هل سمعته؟ وإلى ربك فارغب. وكيف نعبد إلها لا نراه؟ إن الله أرسل إلينا رسولا يعلمنا العبادة والدين الحق. وماذا تطلب العرب أفضل من دين يدعو إلى مكارم الأخلاق والمساواة والمحبة؟ هذه المبادئ ستلقى قبولاً عند كل عاقل منصف، ولا يخفى ما أنت عليه من رجاحة عقل وسداد رأي. فكوني على يقين ولا تتأخري يا أسماء، فإن من يتبع محمد لن يشقى أبداً. أجل يا جعفر، لقد فكرت بكل هذا من قبل، فكرت مليا بكل ما يدعو إليه محمد، ورأيت أن الخير كل الخير في دعوته. لقد أسلمت معك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.